العودة لكم مشاهدين الكرام، وكما قلت برنامجنا مباشر وبإمكان الأخوات والأخوة الاتصال للمشاركة بإبداء وجهة نظرهم أو بالتوجه بسؤال. لكن خلونا نأخذ المتصل عقيل، تفضل على البث المباشر. عقيل تفضل على البث المباشر. السلام عليكم. أهلا وسهلا عزيزي ولكل برنامج. شكرا شكرا جزيلا، تفضل. أنا بس أحب أعلق على موضوع هو انسحاب القوات الأمريكية، نعم، وعدم التجديد للاتفاقية الأمنية اللي بدت أنه بوادر الانسحاب الشير بالأفق. مشكلة أنه لحد الآن يعني لا الحكومة وسخ يعني حسمت موقفها بالنسبة لتشكيل القوات وإعداد جيش يقدر أنه يحمي البلد، نعم، ولا استغلت ظرف وجود القوات الأمريكية بالعراق لكي تخدم مصالح. نعم، يعني احنا بقينا الآن القوات الأمريكية لا حميتنا من الداخل بالنسبة للإرهاب، يعني لاحظت برجلها ولا أخذت سيد علي، ولا أخذت سيد علي بالتأكيد، أي ولا هي بالقضايا الدولية أو القضايا دول الجوار اللي هي الآن تمثل العدو للعراق وليست نعم. يعني مصطلح صديقة أو جارة. أنا أقول أنه أصبح هذا مصطلح غير مناسب بالنسبة لها الدول. نعم. يعني أنت شوف الآن في موجود قصف تركي، نعم، تدخل إيراني، تدخل سعودي سوري، أموال العراق مستغلة في الأردن، وإلى الآن والكويت دولة تحاصرك الآن، نعم، وتحاول تستغل بناء ميناءها، وبنفس الوقت أنت الآن حدودك غير مرسومة لا من الكويت ولا من إيران. صحيح. لا، الحكومة كانت فاشلة ليس فقط في إداء مهامها بل في استغلال وجود القوات الأمريكية أثناء الفترة الـ 8 سنوات الماضية. هذا للأسف يعني ما راح نوصل للنتيجة إذا بقى نفس الدور مترك. أنا بس أضيفك معلومة صغيرة عزيزي عقيل. نعم. في فترات سابقة لما كانت تطرح قضية انسحاب القوات الأمريكية من العراق، الرد كان يجي من إيران. إيران كانت تقول دائما، تقول لا خوف على العراق في حالة انسحاب القوات الأمريكية، نحن نستطيع أن نملأ الفراغ وسوف لن نجعل هناك فراغ أمني في العراق. هذا طبعا تهانينا. هم يعني لهم حق يصرحون بكل شيء يقولونه. نعم. لكن الدليل شنو؟ الدليل انه الان البضائع اللي تدخل اليوم في حسب نقل من القناة العراقية، نعم، انه سيارة محملة بالبضاعة منها البيض فاسدة ولا تصلح للاستهلاك البشري داخلة من طريق إيران. نعم. يعني هو ليش هي بس ليش هي بس هاي البضائع ليش هي يعني بس هذا 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 مثال حي قبل اكثر من 5 ساعات. عزيزي، المخدرات والكبسول منو كان يعرف بيهم بالعراق؟ ليش احنا وين ولدانين؟ ولدانين بهونغ كونغ لو ولدانين بالصين؟ من اللي كان يعرف بالمخدرات وبالكبسول وبالحبابي وبغيرها؟ اليوم تنباع بالشوارع أشرطة. يا عزيزي انا لا الوم الايراني اذا اشتغل لمصلحته، ولا الوم التركي او الكويتي، لا اكيد اكيد الوم العراقي اللي ما يشتغل لمصلحته. صحيح. الوم العراقي اللي هو الان يشتغل بالنقيض من مصلحته. انت ان لم تحني ظهرك لا يستطيع احد الصعود عليه. ممتن لك عزيزي عقيل، وشكرا، واتمنى دائما ان تكون اخ متصل بالبرنامج. شكرا. ناخذ متصل اخر. انت على البث المباشر، تفضل. من ويانا؟ رجان ابو سعد، تفضل. مرحبا. سعد، اهلا تمام. وسهلا. ايه ام سعد، شلونك؟ يا اهلا بالوردة. إيه. تفضلي. ده نحكي يوميا، نحكي ماكو فايده. انت شايف بلد بي نفط بي نفط وبكل يعني شو تريد اكو بي. ما يصيحوا اي بلد النفط، خلي يصيحوا بلد العفطي. هذا حيشاك حيش السامعين الى ولا يعني لا ينطون للشعب العراقي نفط بلا شكو. نعم. ليش دا ينطون للاردن وغير اردن؟
نعم. ليش هذول يستاهلون؟ نعم. ليش ما يعطوا الشعب العراقي المظلوم المظلوم؟ يا اخويا لا هم رؤساء هذول، الوزير هذا المالكي غير ما يقعدون بلا كهرباء، يقعدون بلا مي، بلا غاز، هم قاعدين على التبريد وخلي الشعب العراقي يموت. نعم. كل ما يحكي يقول لك بحثيين، بحث صاروا البحثيين، ما يقول مثلا ايران وفلان وعلان، كله بحثيين بعشطاره وبحثيين، خش ما بحثيين صاروا ديكتهم بالعالم بحثيين. نعم. لحن هم ما كانوا بحثيين؟ نعم. ما يصير نعم.